عندكم محاضرتين مال كارديو فاسكولار، زين. سيستم شوية طلاب كارديو فاسكولار سيستم امبريولوجي، انا اليوم اجيت حتى على اساس ما اعطيكم الفصل الثاني على مود المادة كلها. الدكتورة ازدهار والدكتورة سمية قرروا ان اعطيكم محاضرتين كارديو، نسبة الاسئلة من عندها تقريبا 20% بالفاينل، زين. فراح اعطيكم اوتلاين عنها لان هي شويه صعبه ومعقده، اعطيكم الاوتلاين وشنو راح تجيكم الاسئله مالتها، زين. فنبدي نمبر 1 فورميشن اوف هارت تيوب، شلون يتكون الهارت تيوب. لازم نرجع طبعا للبدايه شلون شكل النيورال كريست وشلون تكون البودي، ونرجع لمعلوماتنا الاوليه اللي اخذناها باخر محاضره تقريبا، هاي ما نقدر هسه نسترجعها وصعبة عليكم. راح اكو امور اسردها سرد انت هم عبرها، واضح؟ A lateral plate mesoderm of the cephalic area of the embryo will split تنشطر into a somatic layer and splenic layer thus forming the pericardial cavity، حتى تكون لنا البريكارديال كافيتي، واضح؟ B precardiac mesoderm is preferentially distributed to the splenic layer and is now called the heart forming regions. يجوز اجيب لك مصطلحات واريد يعني جايبت لك المختصر واريد شنو معناه، يعني تكتب لي كامل شلون هسه هذه heart forming regions. راح اخلي لك HFR means heart forming regions مثلا، او اجيب لك اياها هو كرمز وانطيك اياها كفراغ وانت تختار لي الاختيار الصحيح مالته، واضح؟ هاي وحده من الكليشه مال الاسئله. C as lateral folding of the embryo occurs the heart forming regions will fuse in the midline، تتحد بخط الوسط to form a continuous sheet of mesoderm. Number 4, hypertrophied foregut endoderm secretes vascular endothelial growth factors. شوف هاي المصطلحات اللي بين الأقواس مهمة، مهمة وين؟ بالاختيارات. Vascular endothelial growth factor هو والمختصر مالته. Which induces the sheet of the mesoderm to form discontinuous vascular channels that eventually get remodeled into a single، يعني يتطور الى single endocardial tube اللي هو الاندوكارديوم. Mesoderm around the endocardium forms the myocardium which secretes a layer of extracellular matrix proteins called شو اسميه هذا البروتين؟ cardiac jelly. واضح؟ الميزوديرم اللي هو الميزوكارديوم نفسه secret a layer of extracellular matrix protein اللي هو الكاردييك جيلي. Number 6 mesoderm migrating into cardiac region forming the colomic wall near the liver forming the epicardium، شي شكل الابيكارديوم. هذا رسم توضيحي للحكي اللي هسه قلنا، الجروف شلون يشكل وشلون بعدين يصير بيه فيوجن. هذا قطع مستعرض حتى تشوفوه همين، هذا للتوضيح الحكي اللي فات. البريكارديال كافيتي، the heart tube is suspended in the pericardial cavity by a membrane that subsequently degenerated، ينحل وينتهي. وهذه المخططات عندك هنا sagittal section through all embryo in stage 10 يعني باليوم 28، هذا الـ A will be اللي هو roughly باليوم 28، بس وين؟ transverse section، ذاك sagittal section هذا transverse section. وهذه التأشيرات كل واحد بس هيك للاطلاع. نمبر 2 primitive heart tube dilation. 5 dilations، خمس
توسعات راح تصير soon become apparent along the length of the tube على طول التيوب namely شو نسميها؟ هذا يجيك ومهم هاي رقم A مهمة. Five dilations soon become apparent along the length of the tube namely شو نسميها هاي الخمسة؟ truncus arteriosus bulbus cordis primitive ventricle primitive atrium and sinus venosus. These five dilations undergo شو راح يصير بها؟ dextral looping. من نهايتها يصير بها looping يعني شلون التيوب يطلع لها او تتلوى تصير مثل التيوب. And develop into the adult structures of the heart اللي هي الventricles والاتريوم. Primitive heart tube اللي هو الايورتيك روت والترنكس arteriosus والبلبس كوردس والventricle واتريوم وساينس فينوسس. هنا يوضح لك المناطق هذين الخمس دايليشنز مو قلنا خمس دايليشنز خمس توسعات راح تصير على طول التيوب هن هذني تي ترانكس ارتريوسس البي بلبس كوردس البريمتيف فينتريكلز والبريمتيف اتريوم والساينس فينوسس. واضح شو يصير هذا الادلت ستراكشرز يعني الترانكس ارتريوسس شو يعطيني بعدين يعطيني الايورتا والبالمونري ترانك يعني السورس مال الايورتا والبالمونري ترانك من هو؟ هو الترانكس ارتريوسس. هذا الجدول مهم. البلبس كوردس شو يعطيني؟ يعطيني السموث بارت اوف رايت فينتريكل والسموث بارت اوف ذا ليفت فينتريكل يعني الفينتريكلز التو فينتريكلز الرايت والليفت. البريمتيف فينتريكلز ترابيكوليتد بارت اوف ذا رايت فينتريكل ترابيكوليتد بارت اوف ذا ليفت فينتريكل. الاتريوم يعطيني الرايت والليفت اتريوم. الساينس فينوسس يعطيني السموث بارت اوف ذا رايت اتريوم. واضحه طلاب؟ ايش اريد هسه من عندك لحد الان؟ اريد من عندك المختصرات. المختصرات زين مثل الساعه شفتوها الهارت ريجنز هسه تجينا الفي اس دي الاتريال همين اي اس دي يجينا التترولوجي اوف فالوت. شكو مختصر تقرا لي المصطلح كامل مالته هاي رقم واحد. رقم اثنين ذن الفايف دايليشنز مطلوبات وشنو راح تعطيني الفيت مالتها بالنهايه شنو الادلت ستراكشر راح تعطيني اياه. اللوبينج قلنا راح يصير دكسترال لوبينج بهن هذني الخمس دايليشنز كونتينيود الونجيشن يطول اكثر results in bending begins يبدي بيا يوم day 23 وcomplete day 28 يبدي بيوم 23 وينتهي بيوم 28. cephalic portion ventrally caudally and to the right. واضح ventrally يعني منطقة البطن وكودالي منطقة الخلف and to the right لليمين. الكودال portion هذا السيفاليك portion هيك يصير بي أمامي خلفي و to the right. كودال portion شو راح يصير بي dorsally العفو كودالي نهاية ventral ونهاية dorsal خلفي وكرانيال الكرانيال جهة السيفاليك and to the وين للليفت هذا للرايت هذا للليفت لاني بس اطلع عليهن لان يخربطن شوي. لوبينج lateral view of the heart tube هذا lateral view مالته. الاوت فلو واللوبينج شوف شلون يصير شلون يطول ويجي ويا اخوي يتقابلن خلينا نقول البروكسيمال والدستر. What does looping achieve؟ جاي امشي سريع اعذروني لان المحاضرتين يعطوهن اليوم يكملن واذا اعطوني مجال محاضره بعد اعيد لكم تفاصيل. What does looping achieve؟ يعني شو راح يسوي لي هذا looping؟ Primordium of the right ventricle close it to the outflow tract. Primordium of the left ventricle close it to inflow tract. هاي مهمه. البرايمورديوم مال الرايت فينتريكل يصير قريب على اليمن على الاوت فلو تراكت ومال الليفت راح يصير قريب على اليمن على الانفلو تراكت. واضحه هاي؟ ماكو جواب طبعا ما ادري يمكم الامور شلون. نعم دكتوره واضحه. واضحه؟ يعني هاي تجيك انا اقول لك اذا اسوي ترو فولس
راح اجي لك مثلا برايموديوم اوف ذا رايت فنتركل، راح تجيكم الاسئله كلش واضحه، راح اعوض لكم نصف السنه لان اشتكيتوا من نصف السنه. مع العلم حتى المؤجلين والدور الثاني من صححت درجه عندي كامله ماخذين 16 من 20، ودكتوره زهره ودكتوره سميه صفاره ماخذين اثنين مؤجلين. فانا من هذا الشيء استنتج انه اسئلتي مو صعبه. مع العلم الام سي كيو مال الفصل مال المؤجلين اصعب بهوايه من الفصل، يعني من الامتحنه ووقته زين، ومؤاخذه 16 من 20. What does looping in the primordium مال الرايت فنتركل راح يكون كلوزت للاوت فلو، والبرايمورديوم مال الليفت راح يكون قريب المن للانفلو تراكت. اتريوم دورزل راح يكون خلف المن للبلبس كوردس، خلفه راح يصير. يعني انفلو از دورزل تو اوت فلو، الانفلو والاوت فلو سوي راح يمشي بس واحد خلف الثاني. نمبر 3 ذا ايورتيك بالمونري سبتم، ايورتيك بالمونري سبتم. Neural crest cells migrate from hind brain region through the pharyngeal arches 3, 4, 6, invade both the truncal ridges and bulbar ridges. هاي هيك يعني اطلع عليها وامشي. Truncal and bulbar ridges grow and twist، يصير بها twisting، تلتف على بعض around each other in a spiral fashion. And eventually fuse، وبعدين راح تتحد حتى تكون the septum اللي هو aortopulmonary septum. The aortopulmonary septum divides، يقسم the truncus arteriosus and bulbus cordis، يقسمهن أو يشترهن المن من اسمه هو aortopulmonary فإلى aortopulmonary trunk. وهذا formation of the aortopulmonary بالرسم الواضحة. Number 4 the arterial septum. شلون تتكون الاتريال سبتم؟ The crescent shaped septum primum forms in the roof of the primitive atrium and grows toward the atrioventricular AV atrioventricular portions in the atrioventricular canal. The foramen primum forms between the free edge of the septum primum and the atrioventricular ventricular cushions. It is closed when the septum primum fuses with AV cushions. هاي اعبر سولف ويروحك واعبر. The foramen secundum، هاي البرايمم والسكندم، forms in the center of the septum primum. The crescent shaped septum secundum forms the right of the septum primum. The foramen ovale is the opening between the upper and هاي شويه باوعلها. The foramen ovale is the opening between the upper and the lower limbs of the septum secundum. رقم خمسة أشر عليها. During the embryonic life the blood is shunted، خلال الامبريو يعني الامبريونيك لايف، the blood is shunted from right atrium to the left atrium خلال الفورامن اوفالي. واضحة فائدة الفورامن اوفالي؟ shunting of blood من الرايت اتريوم إلى اللفت اتريوم. هاي during embryonic life مو كل الحياة. Immediately after birth شو راح يصير؟ راح يصير functional closure of the foramen ovale is facilitated both by decrease in the right arterial pressure from the occlusion of the placental circulation and by increase in the left arterial pressure due to increased pulmonary venous return. واضحة هاي؟ احنا الفورامن ovale مفتوحة خلال embryonic life فيصير عندنا شانتنج بالبلاد من الرايت للليفت اتريوم. واضحه؟ اما بعد الولاده مباشره المفروض هاي الفتحه شو يصير بها؟ تنغلق. بالكونجنتال هسه بناخذ المحاضره الثانيه، بالكونجنتال هاي راح تبقى مفتوحه وتسبب لنا مشاكل. ففانكشنال كلوجر يصير بسبب شنو؟ انه الضغط يهبط بالرايت اتريوم لانه تنسد البلاسنتال سيركيليشن راح ينقطع ينسد. ويعلى منه عندي الليفت اتريال بريشر نتيجه انكريز البلمونري فينوس ريتيرن. ليتر ان ذا لايف بعد بالحياه كل ما يكبر الطفل السبتم برايمم السبتم سكندم اناتوميكلي فيوز يتحدن سويه تو كومبليت ذا فورميشن اوف ذا اتريال سبتم حتى يشكل الاتريال سبتم. وهذه صور
توضيحية للحكي. عنده وقت ويحب يقراهن سطر سطر ماكو مشكلة. عندي مجال أنا محاضرة بعد يعطوني أعيد لكم إياها، هاي رقم واحد بتفاصيل، لأن رقم اثنين تقريبا بس النيومريت المحاضرة الثانية، بس الصعوبة وين شوية بالمحاضرة الأولى. فإذا قدرت أحصل مجال مال المحاضرة راح أعيدها لكم بتفاصيل. رقم خمسة the atrioventricular septum, the dorsal AV cushion and ventral AV cushion approach each other, تقارب بعض سوية and diffuse to form the AV septum. The AV شنو؟ atrioventricular septum. هل atrioventricular septum partitions أو تشكل أو تكون the atrioventricular canal into the right أو تساهم بالatrioventricular canal إلى right و left atrioventricular canal. يعني عندنا right و left, right atrium و left atrium, right ventricle و left ventricle. الرسومات خليها تساعدك بس بالفهم مو مهمة. رقم ستة the interventricular septum. ديش كانت ال atrioventricular septum. هسه ال interventricular اللي بين ال ventricles. The muscular IV septum develops in the midline on the floor of the primitive ventricle and grows toward the fused atrioventricular cushions. The interventricular foramen is located. هاي رقم اثنين أشر لي عليها ال interventricular foramen اللي هي بين the two ventricles. وين وقعة؟ Between the free edge of the muscular interventricular septum and the fused atrioventricular cushions. رقم اثنين أشر عليها. The interventricular foramen is closed. هذا رقم ثلاثة هم أشر لياها. Is closed by membranous interventricular septum. واضح؟ ممبرين اسمه interventricular membrane. Number four, the membranous interventricular septum forms by the proliferation and diffusion of tissue from the three sources. من إن ال three sources؟ هاي مهمة رقم أربعة. تجيك اختيارات، تجيك فراغات، تجيك بالصح والخطأ. واضح؟ فهاي صار عندك ثلاث نقاط، اثنين وثلاثة وأربعة. ال IV foramen وين موقعها؟ شنو يغطيها؟ اللي هي من اسمها interventricular foramen فاسمها interventricular membrane. ورقم أربعة اللي هي membranous interventricular septum forms by the proliferation and diffusion of tissue from three sources. ثلاث أشياء. Three sources تشكلها اللي هي right bulbar, left bulbar ridge and atrioventricular cushion. وهذا رسم توضيحي أعبر عليه. Formation of the interventricular septum. هسه رقم سبعة the conduction system of the heart. At week five, هاي الage هذا مهم. At week eight, بالأسبوع الخامس, the cardiac myocytes in the sinus venosus region of the primitive heart tube begins to undergo spontaneous electrical depolarization. راح يصير electrical depolarization at faster rate than cardiac myocytes in the other regions. واضح؟ بالأسبوع الخامس cardiac myocytes راح يصير بها electrical depolarization أسرع من other myocytes of other regions. وين؟ The sinus venosus region. Number two, as dextral looping occurs, قلنا من ساعة يصير بهن بالfive dilations راح يصير بهن dextral looping يعني يمتطن ويصير مثل اليوتيوب اكثر. Sinus venosus becomes incorporated into the right atrium and these fast rate depolarizing cardiac myocytes become the sinoatrial node and the atrioventricular node. واضح؟ مو قلنا depolarization يعني electricity مال الهارت راح تبدي تتشكل. واضح؟ طبعا الالكتريستي مال الهارت كلش مهمه لانه موجوده وجاي يصير عندنا مشاكل بالالكتريستي كلش هوايه. يصير عندنا الاي اف واللي يؤدي بعدين البي اف همين فنتركلر فيلير وراسا ديث
زين في الاي اف كلش مهمه، والاكسترستي هي بصوره عامه كلش مهمه. At week 5 قلناها رقم 3 in the adult the cardiac myocytes of the sinoatrial and atrioventricular node remain committed to fast rate، يبقى الالكتريكال depolarization at يعني at faster rate than other parts. هذا هي الشيء يعني الكلام اقرا وامشي عليه. As the atria and ventricles becomes electrically isolated by formation of the شلون يصير isolation by fibrous skeleton fed fibrous tissue او fibrous يعني floor of the زين يصير بين الاتريوم وبين الفينتريكل. The AV node provides the only pathway for depolarization. هاي مهمه. The AV node provides the only pathway for depolarization to flow from the atria to ventricles. هذا المقطع أشر لي عليه. The AV bundle and bundle of His develops from the ring like a cluster of cells around the AV junction that specifically expresses the hemobox gene MSX. The intramural network of Purkinje myocytes have a distinct embryological origin versus the bundle of His. In that Purkinje, شلون تختلف عن البركنجي عن his bundle of his. In the Purkinje myocytes develop from already contractile cardiac myocytes. زين البركنجي myocytes تشكل اصلا منين؟ من contractile cardiac myocytes within the myocardium and can therefore be considered as modified cardiac myocytes. فنقدر نعتبرها خلايا قلب اصليه. وهم اعبر عليه هذا الكلام هيجي coronary arteries. Progenitor stem cells from the liver migrate من الليفر migrate into the primitive heart tube and take وقلنا هو راح يشكل قريب على الليفر قبل شويه and take residence beneath the epicardium. These progenitor stem cells form vascular channels that grow toward the truncus arteriosus باتجاه truncus arteriosus future aorta then and form the peritruncal capillary ring. The only two of these capillaries survive أنا عندي 20% يعني راح أجيب لكم 10 نقاط 10 نقاط احتمال multiple choice كلها تلقاه موجود بس تختار الاختيار الصحيح ومن المحاضرة زين واللي أشرتهن من اللي أشرتهن فهل 10 نقاط كل نقطة عليها درجتين واضح حسب لحد الآن اللي أشرناها نش قصارا حاول نأشر فد 20 نقطة على مود تكون حر أنت باختيار العشرة. The only two of these capillaries survive and these become the proximal portions of the right and left coronary arteries. واضح؟ The only two of these capillaries survive راح تبقى and these become the proximal portions وتشكل the proximal portions مال right and left coronary arteries. Development of the arterial system. The head and the neck region, the arterial pattern develops mainly from 6 pairs of arteries. رقم واحد هذا مهم. منطقة الهيد والنيك ريجن عندنا الارتيريال بورشن شلون راح يتشكل؟ mainly from 6 pairs, 6 ازواج of arteries من الارتيريز اللي هي called the aortic arches that course through the pharyngeal arches. The aortic arch arteries undergo a complex remodeling process that results in the adult arterial pattern. In the rest of the body, منطقة الهيد والنك تشكل منين؟ ست أزواج من الشرايين أو الأوعية. منطقة the rest of the body يعني بقية الجسم, the arterial pattern develops mainly from right and left dorsal aorta. رقم واحد ورقم ثلاثة مهمات. واضح طلاب؟ واضح.
The right and the left dorsal aorta fuse to form right and left dorsal aorta. راح يتحدون سوية حتى شي يكونوا لي the dorsal aorta. واحد. لا right ولا left. Which then supports posterolateral arteries, lateral arteries and ventral arteries. اللي هي الفيتلاين and umbilical. وهذا رسم توضيحي للأجزاء شلون تتحد. Aortic arch arteries 1 و2 و3 و4 و5 و6 وقلنا 6 أزواج كل واحد ويضيف بالأدلت شنو يعطيني؟ يعني رقم 1 يعطيني المكزيلاري artery. Stapedial artery رقم 2، رقم 3 الرايت والليفت كومن كاروتيد arteries. هذا لا تحفظه بالجدول. واضح بس اطلع عليه. Development of the venous system. The general pattern develops mainly from three pairs of the veins. اللي هن من انه هاي النقطة مهمة. The general veins هي three pairs ثلاث ازواج الفيتيلاين والامبليكال والكاردينال veins that empty blood into the sinus venosus. These veins undergo remodeling due to left to right shunting. هاي النقطة كم مهمة. These veins undergo remodeling بسبب left to right shunt. ليش؟ يعني عندي right to left shunt. The left to right shunting of the venous blood to the right atrium. إلى right atrium تنطي. هذا الجدول بس أقرأه. Development of valves, the atrioventricular valve. هذا رسم بالبداية ذاكرة شلون تبدي تتشكل. وهذا development valves, semilunar valve. هاي بالرسومات طبعا شلون تتشكل. Now the reconciling the needs of the fetus with needs of the newborn. How do we make the transition from support from our mother to independent life at birth? هذا السؤال لكم. افتهمتوا هذا السؤال؟ Reconciling the needs of the fetus with the needs of the newborn. هاي العبارة هيك تقول. How do we make, شلون نصنع transition from support from our mother to independent life at birth? افتهمتوا هذا السؤال؟ افتهمتوا هاي العبارة؟ يعني حياة مستقلة للجنين؟ اي عن طريق الفيتال سيركوليشن. فيتال سيركوليشن lungs are non-functional. الرئة ما تشتغل مالته. Receives oxygenated blood from mother via placenta. شلون تمنح الأم الحياة لابنها؟ هي الرئة non-functional. هو receives oxygenated blood منين؟ من المدر. via خلال شنو؟ through placenta والامبليكال فين مو صحيح؟ bypasses the lungs عابرين الرئه، ما لها اي دور الرئه، هو اصلا الطفل يسبح بمي. لو كان اخذ المي وتنفسه والرئه تشتغل كان مات. بس هي هنا الرئه مو شغاله عندنا. من اللي يشتغل عندنا ومخلي الطفل عايش؟ هو السيركوليشن. واضحه؟ Returns to the placenta via umbilical arteries. واضح؟ But the change in the circulation must happen immediately. وهذا السيركوليشن the fetal circulatory shunts. شلون يصير الشنتنج بالبلد مال الفيتس؟ oxygenated blood from mother يدخل عن طريق البلاسنتا bypass the liver IVC right atrium right ventricle. واضح؟ pulmonary transition bypass the lungs يرجع للأيورتا
يروح للبودي ويروح للبلاسنتا وهكذا. هذا جواب السؤال، انه شلون جاي يصير حياه للجنين من الام. فهذا الفيتال سيركيوليتوري شانس، هذا بس حتى تفتهمه. ما راح اجيب لك اياه. هذا الفيتال سيركيوليتوري شانس. دكتوره قول. دكتوره بالنسبه سوى الاوكسجينيتد بلاد راح يجي من البلاسنتا للفيتاس، بينما دي اوكسجينيتد يقول باك تو ذا مدر، يعني يرجع عن طريق البلاسنتا. طبعا احنا عندنا شيء غير البلاسنتا، يعني يرجع الطرحه عن طريق الزفير المذر غير. لان احنا ايش عندنا؟ انت هسه قل لي شنو الرابط بين الام والجنين؟ اكو غير الامبلايكال كورد اللي قصه بعدين؟ نعم دكتور. فهي البضلات ترجع للام ويجي الاكسجينيتد بلاد. واضح؟ واضح. تسنجر اوف ذا فورامين اوفالي ات بيرث، المفروض حين الولاده تنسد هاي الفورامين اوفالي. بسبب قلنا البرجر مال البلاسنتا يقل والبرجر بالبلموناري يصعد ويصير وتنغلق. The face of the fetal shunts. هاي مهمة. كل واحد والسهم شيء ينطيني. The face of the fetal shunts. عندنا الفورامين اوفالي تعطينا فوسا اوفاليس. Ductus arteriosus تعطينا ligamentum arteriosum. Ductus venosus تعطينا ligamentus venosus. Umbilical vein يعطينا ligamentum teres. اعتقد شفتوه بالتشريح من بالليفر، شفتوا تتذكرون ligamentum teres site of ductus venosus والامبلايكاس يطخن بالليفر مكان الجروفز، خدتوها بالليفر؟ نعم دكتوره. نعم دكتوره. سايت اوف ligamentum teres. خلصت هالمحاضره وانا اتمنى اعيدها لكم بوقت اكثر وبتفاصيل احلى، يعني اشرح لكم اياها شلون يتشكل وشلون يتكون، لانه اكو بكم يختصون جزء كاردييك كلش مهم لهم. فاتمنى احصل موافقه اخذ لي محاضره لكم، حتى لو من البيت اعطيكم اياها او بالليل اعطيكم اياها، ما عندي مشكله هناك من اخلص عياده اعطيكم اياها. اذا حصلت موافقه اتمنى افتح زوم وياكم واشرح لكم تفاصيل اكثر.